أنا بشرب قهوة، ترى نشف ريجي من الصبح، وين بتروح عني؟ طلبها من بستان. طلبها من بستان؟ وين هذا بستان؟ أنا بستان. عندك ايش عندك؟ انا بستان. انت بستان؟ ايه نعم انا بستان. يلا قام يبلي قهوه يلا بسرعه. عفوا انا مو هني خدمتك. انت موجود خدمه منو عيل؟ خدمه الدكتور فايز. عادي انا والدكتور واحد، احنا ربع، احنا اثنين خدمنا. لا لا لا، دكتور فايز شخص محترم. وانا شنو؟ ماني محترم. والله المحترم يا استاذ مو كل كم يوم هني جاي لي تشرب لي قهوه ببلاش. تبي قهوه روح الديره تلز قهاوي، خل الكافيين يطلع من فلافلك. أنا أنت عبالك هذا عرق؟ ها كافيين قهوة قاعد تصب. أنا عادي، أنا يعني ما أي وايد هني أشرب قهوة وأمشي الصبح. كل ما تيجي هني تنثر وسخ وتمشي أعقم من وراك. تعقم من وراي؟ أقول لك يبلي قهوة. يلا حبيبي. ما يبلك قهوة، عمرك ما طرفت لي ربع نص دينار تشرب قهوة بلاش تمشي. إيش دراني أنا أشوفك تحط لي قهوة؟ هذه أحلى قهوة حق أحلى عمي هلال، تحطها وتمشي مبتسم. مبتسم ناطر ربع. متى بتحس؟ لا تعالي سيدة قول أبي ربع. ليش قاعد تبتسم وإنك مرتاح؟ لا إيحاءات رياكشنات، حس على دمك. إيه بس أنت تي بوي، قول أبي فلوس عادي. أنا تي بوي وظيفة. مو طرار. لا مو طرار. انت ماخذها جد يعني. انا وظيفتي.